المظلات دي يا جماعة معمولة من الخصبة على البحر زي ما انتم شايفين. والله هي مش بتجيب ظل كتير، بس هي منظر حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. كل مكان فيه 3. طبعا في عصفور تحت المظلة، طبعا محدش شايفه الا انا. مش عارف انتوا شايفينه ولا لأ، بره بالصورة اهو. مش باين، مش باين قد كده. المنطقة دي جميلة والله يا جماعة، يعني لما باجي في المكان ده ببقى مش عاوز اروح خالص بصراحة. من أجمل الأماكن اللي نفسيتي بترتاح فيها، مش هقول من أجمل الأماكن اللي في العالم، بس في أماكن أجمل طبعا، ولكن هي نفسيتي بترتاح في المكان ده. جميلة والله ما شاء الله.